اهلا وسهلا بكم ببرنامجنا هوليوود بالعربي. تعالوا خلينا نشوف ايش عندنا بحلقه اليوم. نلتقي كريستوف والتز عن دوره الشرير في فيلم الكوميديا السوداء The Consultant. نتحدث عن نجوم اضطروا لإضافة أكوام من الشحوم على أجسادهم لأجل تمثيل أدوارهم. نغوص في مغامرة عالم سوبر نينتندو الجديد في يونيفرسال ستوديوز هوليوود. نجوم حلقتنا اليوم راح نقعد مع الممثل الحائز على الأوسكار مارتين كريستوف والتز اللي دائما يقوم بالأدوار الشريرة، ونقعد أيضا مع المخرج والكاتب توني باسكالوب، المخرج المعروف بمسلسلات مثل إنسايد مان وسيرفنت. أما العمل اللي راح نحكي عنه هو مسلسل الكوميديا السوداء The Consultant. هسه اجى دور الاخبار، تعالوا نشوف هذه الفقره شنو صاير في عالم الافلام في هوليوود. اقيم حفل جوائز البافتا في قاعه الاحتفالات الملكيه في لندن الاحد الماضي، وكان على راس الفائزين الفيلم الالماني All Quiet on the Western Front، إذ حاز على 7 جوائز من ضمنها افضل فيلم وافضل مخرج لإدوارد بيرجر. فيلم The Banshees of Inisherin كان أيضاً مفضلاً في تلك الأمسية، إذ حصل على جائزتي أفضل ممثل وممثلة في دور مساند، بالإضافة إلى أفضل سيناريو أصلي وغيرها. أما الفيلم الرائد بترشيحات الأوسكار Everything Everywhere All at Once فلم يحظى إلا بجائزة واحدة، وهي عن أفضل مونتاج. وكأفضل ممثلة كان الفوز لكيت بلانشيت عن دورها بفيلم تار، كما حصل أوستن باتلر على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ألفيس، وكلاهما مرشح في الأوسكار. قاد فيلم The Batman. اتضح أن الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي والمنتج تيم بيرتون اثنين من أبرز وجوه هوليوود تربطهما علاقة عاطفية منذ 4 أشهر. التقيا منذ 16 عاماً، لكن قيل أن علاقتهما توطدت بعد لقائهما في مهرجان لوميير السينمائي في ليون أكتوبر الماضي، حيث كانت مونيكا ذات 58 عاماً كانت ضيفة الشرف في المهرجان، وقامت بتقديم جائزة لوميير للتيم ذو 64 عاماً. وأعلن تيم على المسرح قائلاً: في حياتي كلها لم أشعر بهذا القدر من الحب الذي أشعر به الليلة. طبعاً لمقاييس الرشاقة المتعارف عليها، دائماً ممثلين هوليوود يحافظون على رشاقة أجسامهم، ولكن البعض اضطروا أنه يزيدون وزنهم على القاتل. تشارليز ثيرون هي الأخرى معروفة بتحولها على الشاشة، أضافت 22 كيلوغراماً لوزنها لتكون أماً لثلاثة أبناء في فيلم تولي، ما أدخل الممثلة الجنوب أفريقية في اكتئاب ومعاناة لاستعادة رشاقتها بعد التصوير. ولدورها كمدمنة كحول تتماثل للشفاء في فيلم Country Strong، لم تزدد جوينيث بالترو سوى 9 كيلوغرامات يصعب حتى ملاحظتها. مع ذلك وصفت تجربتها بالكابوس، ذلك أنها مصدر إلهام في مجال الصحة والموضة. وعام 2009 طلب المخرج ستيفن سودربرغ من مات ديمون أن يطمس عضلاته البارزة تحت 18 كيلوغرام من الشحم استعداداً لدوره في فيلم The Informant. في العام نفسه ودون علم المخرج أخذ رايان غوسلينغ على عاتقه زيادة 37 كيلوغراماً لأداء شخصية جاك سالمون في فيلم The Lovely Bones. وحين جاء للتدريب قبل بضعة أيام من التصوير وجده المخرج بيتر جاكسون بديناً زيادة عن اللزوم، فطردوه فوراً تاركاً إياه بديناً وعاطلاً عن العمل.
كما قال ليتم استبداله بمارك والبرغ. هذا بعض من العمل الجاد الذي تطلبه الشهرة والنجومية، وغيره المزيد قد يتسنى لنا الحديث عنه في حلقات مقبلة. الكثير من صناع الأفلام في العراق يلجؤون إلى إنتاج الأفلام القصيرة لأنها أسرع في الإنتاج وأقل تكلفة، ولكن هذا يقلل من إنتاج الأفلام الطويلة. شنو رأيكم أنتم؟ مو مهرجانات تعارف، السينما العراقية مو ملتقى مال العشاق، السينما العراقية مو ادعوني وادعوك. إنتاج الشباب للسينما للأفلام القصيرة أكيد هذا يمثل حالة صحية بالبلد، لأنه إحنا إذا ننظر للمنجز السينمائي للشباب شاركوا بمهرجانات عالمية وحصلوا على جوائز، عندنا عقول كبيرة بالسينما، لكنهم مدى يحصلون هذا الدعم؟ ماكو سوق للسينما. هذول الشباب أكيد مثلوا العراق بهواي أماكن، ولو تجيهم فرصة في إنتاج أفلام طويلة أكيد هم قادرين على هذا الموضوع. وأخيراً إلى كل عشاق السوبر نينتندو في أمريكا، اليوم راح أوديكم إلى تجربة تفاعلية جداً مميزة ما موجودة إلا بمكانين بالعالم، باليابان وهنا أنا بهوليوود. يلا ندخلها سوا. وصلنا إلى سوبر نينتندو وورلد. هاي الساعة إلمن طونيها إليا، راح نستعملها بهذه الجولة الممتعة. هذا المدخل الحلو، تحس أنت قاعد بعالم خيال. واو واو، لا 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 لا، يعني دا أحس نفسي أنا هسه بلعبة سوبر نينتندو. هاي الحلقة راح تطلعون انتم بالبث، باعلن انه المصور دا يصورني والصوت دا يتسجل. شوفوا المكان يجنن. المفروض هسه احنا عندنا هذا السوار، المفروض هسه نلقى الصناديق الصفر وناخذ نقاط او ناخذ مفاتيح، ومن عندها نلعب الالعاب ونربح مفاتيح، ومن عندها لما يصير عندنا ثلاث مفاتيح نروح للعبة الأخيرة للوحش الأخير. خلينا نكتشف المكان. كافيه حلوة، أكيد الوجبات سوبر نينتندوية، هاي الكوينز اللي يجمعها سوبر ماريو، وهنا ينجعص. مهتمين بالتفاصيل لدرجة أنها محسسيك أنك بمعنى الكلمة عايش باللعبة. كل ما تعرفون باللعبة لازم تحصلون على الكوينز، تضربون هذه طلع الصوت مختلف، يعني حصلناها. يعني بس أدفتهم ما يحسبون حساب أكو ماريو طويل، أو يمكن هاي اللعبة مسوها للأطفال. هسه أكو مفتاح هنا، هذا المفتاح مو سهل، لازم ألعب لعبة وراح يطلع لي هذا الوحش اللي كنا مشروماية، لازم أسطر سطر. تعالوا. طار الاسوار.
هذه اللعبة لازم أحصل ثلاث مفاتيح. يلا I have one key. ما يخلوني أدخل. يضحك علي هذا. هذا الوحش ما نقدر ندخل لأنه ما عندي مفاتيح. لازم أروح أجمع مفاتيح. تعالوا وياي. هسه اللعبة جاية عمود. أحصل مفتاح لازم أوقت التوقيت من أضرب هذه تضرب هذه تضرب هذه تضرب السلحفات يضرب هذه. نجرب. Good luck. That's how fast it goes. Late. Okay. One more shot. Oh, you got it! Hey! Well done. Yes, got it. محتاجين بعد مفتاح واحد. تعالوا وياي. أقولكم شغلة، أنا من ألعب لو أغلب لو أغلب لو ما ألعب. أقول لك من تلعب ويا أطفال خليهم يفوزون، هالقاعدة ما تمشي وياي. أفوز يعني أفوز. أنا صح روحي رياضية بس ما أحب الخسارة. Even when I lose I'm winning. أتحداكم أي لعبة ما أخاف من عدها إيش ما تكون. Warning. أعزائي المتابعين، راح أصير أنا هسه المصور والمصور راح يلعب لكم هذه اللعبة. ألو إدارة قناة اليو تي في، إي أنا اللي راح أسوي اللعبة، أنا أسد ما أخاف. يعني هم دا يقولون كيب أوت. أسويها؟ أسويها. يلا. اليوم راح نلعب ماريو. Are you ready? Oh خلصنا اللعبة ومثل ما شفتوا فزت بالنهائي. وصلنا هسه هذا إلى محل سوبر ماريو. خلي نتفرج ونشتري لنا شغلة. اللي يصير حباب اشتري له ماريو، واللي يصير وكيح اعطي هذا الشرير. وهكذا وصلنا إلى نهاية فقرتنا اليوم. إن شاء الله تكونوا تونستوا في عالم سوبر نينتندو. شنو هي الأفلام الأولى اللي وصلت إلى شباك التذاكر هذا الأسبوع؟ خلونا نشوف. حافظ فيلم Knock at the Cabin على المركز الخامس، وبلغت مبيعات تذاكر حول العالم 47 مليون دولار أمريكي. وهو فيلم رعب وتشويق عن عائلة يتم اختطافها من مجموعة من الغرباء وحبس أفرادها في كوخ، حيث يطلب منهم اتخاذ قرار لمنع نهاية العالم. في المركز الثالث فيلم Puss in Boots The Last Wish
محققاً 423 مليون دولار أمريكي، وهو فيلم مغامرات كارتوني كوميدي من بطولة أنطونيو بانديراس وسلمى حايك. Get home safely. Good night. You're still here? Okay, okay. One more number. I call this one The Legend Will Never Die. وحافظ فيلم Avatar The Way of Water على المركز الثاني محققا ملياري دولار عالميا، وهو فيلم خيال علمي من إخراج جيمس كاميرون وبطولة سيغورني ويفر وسامس وورثينغتون وزوي سالدانا. وفي أول دخول له يتربع في المركز الأول فيلم مارفل Ant-Man and the Wasp Quantumania، حيث يستكشف الأبطال عالم الكوانتم ويتفاعلون مع مخلوقات غريبة ويشرعون في مغامرة تتجاوز حدود ما ظنوا أنه ممكن. وقد وصلت مبيعات تذاكر حول العالم 357 مليون دولار أمريكي. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا هوليوود بالعربي. راسلونا وخلوكم متواصلين ويانا، ولقاءنا إن شاء الله الأسبوع الجاي.